دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الطاقة أبراج، إيش عاملين في نهار اليوم؟ إن شاء الله تكونوا لباس، الحظ ينور أياميتكم. هي أول أخبارنا اليومية، نبيوها مع الحمل، راهو الدعم موجود. تتغير الأحوال، تتحسن النفسية، وين تسيطر زيادة على بعض الطاقات السلبية. الثور قرارات مهمة، أخبار تخص سفرة مبرمج لها من مدة، اليوم تعيش انفراج. وبرج الجوزي، نهاية الأسبوع الثالث من ماي، يوعدك بالحظ الجيد، راكم تتغلبوا على كيفة العراقيل ونجاح حليفكم. السرطان، انطلاقة الخير، راهو فما سفر اللي باش ينور حياتكم، تتحسن الأحوال، انفراج، تتسهل أموركم المهنية. إلى أسد، تأثيرات ممتازة، أخبار راهي أكثر من إيجابية تخص علاقة عاطفية. وبالبند العريض، برج العذراء، فما نجاحات، انتصارات، على فرحة، ضحكة من القلب. شنية هالصبحية وشنية هالطاقات الحلوة اللي فيكم، محليكم الحاصل أبراج، إن شاء الله ديما زاهين، وإن شاء الله ديما طاقاتكم الفوق. الميزان، مستقبلو يبان، الحظ الجيد يرافق خطوته المهنية، على قريب فما بشرة خير. ونهيرين هذم، عقروب، تايب عليكم القيل والقال والعبيد اللي تحسها مهيش باش تزيدك في حياتك من غير تضيع وقت، المستقبل راهو قدامكم. حاليا كان فما حاجة لازمك تعملها هي التوازن وبرشا انتباه. القوس، نحبكم توسعوا بكم، خذوا الأمور واحدة واحدة، حاولوا تركزوا أموركم، تفهموا رواحكم، والأكيد الخير ينور خطواتكم. الجدي، سهلوها على رواحهم، خطوات إيجابية، فما قرارات مهمة وناجحة، فما حسم أوضاع، علاقة جديدة، فما برشا حاجات حلوة ليامات القليلة هذي. وبرج الدلو، نهاية الأسبوع هذي راهي للعائلة، للمة المزينة، وأخبار تخص علاقة عاطفية. ونختموا مع حوتنا، لتتغير أحواله، عندكم نجاحات، اتصالات تخص سفرة مهنية.